في إطار تعميق وتطوير علاقات التعاون العلمي في المجال الإعلامي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين كلية الإعلام بجامعة دمشق وقناة روسيا اليوم. الآن نحن وقعنا اتفاقية مع وكالة الأنباء، عفوا مع قناة RT، مع أصدقائنا الروس، وهم منفتحون جدا ومتعاونون جدا لتقديم كل ما له علاقة بتدريب الطلاب. هذه الاتفاقية تنص على تدريب الطلاب من خلال الأونلاين، من خلال حضور إعلاميين من RT إلى كلية الإعلام، من خلال استضافة طلاب من كلية الإعلام في قناة RT بموسكو، من خلال تعاون بين أساتذة كلية الإعلام والقائمين على قناة RT. أنا سعيدة جدا أكون اليوم في دمشق، هي أول زيارة إلي، وأتمنى تكون تعاون بين قناة RT وجامعة دمشق وسوريا بشكل عام أكثر وأكبر، وأتمنى إلى طلاب اللي بيدرسوا صحافة كل التوفيق، لأنه الصحافة الآن عن جد تغير، ومن كل ظروف، من مناطق حربية، من الأزمات، بس صحافة هذا الأهم شيء في مجتمعنا، وتعطينا فرصة نحكي عن شو عم بصير، عن حقائق بشكل عام. المذكرة تتضمن تبادل المعلومات والخبرات والتعاون عبر الإنترنت، إضافة إلى توقيع برامج تنفيذية مشتركة. هاي الاتفاقيات هي فرصة بتتيح للطلاب انه يتسقوا المهارات يعني بالجانب العملي، مثل ما معروف هون في يعني ضعف شوي بالامكانيات العملية، فنحن بهيك فعاليات وهيك فرص بتصير بيسقوا الواحد مهاراته بالجانب العملي، بيقوى بين النظري وبالعملي. وتهدف المذكرة الى تعزيز التعاون الاكاديمي الاعلامي والبحثي في اطار سعي جامعة دمشق لتحسين المهارات العلمية للطلاب.